ايوه الاضرب في تمام، الترجمة. برافو، خلاص اوكي. يلا يا لوجي وادم كريم. شايف معرفش حلو. لا يلا، هو تايب اوف يلا نون رينيوبل انرجي سورس. جيبي لي حاجه مش نون رينيوبل انرجي. يلا جاوبوا، مش نعمل جيبوا لي حاجه موتور. نون رينيوبل. سوري سوري، جيبوا لي حاجه نون رينيوبل. لا ناتشورال جاس وفوسيل فيول و اويل ماشي، اويل برافو، ناتشورال ماشي، جاس انتوا الاثنين صح، انتوا الاثنين صح، اويل وكول اويل وناتشورال جاس وفوسيل وناتشورال فيول. جاز. طب يا لهوي، لا طب ماشي، اكتب اي واحده منهم، اكتب اي واحده منهم، اكتب اويل. اه طب اويل، مش سيلفر هابر، مش انا يا اللي قلت اويل وكول انتوا وناتشورال جاز. الاثنين صح، لا هو برافو، العلاج. انتوا الاثنين بس برافو، ينفع اسال سؤال؟ اتفضل. ده ميس اسهل واحدة. هو السؤال بيقول يجيب حاجة مش لا هو بيقول لي يعني it is a حاجة type مش of non renewable energy. انا اللي نطقتها غلط، معلش، ماشي. لا عادي انا اللي نطقت غلط، معلش. هو بيقول لك نوع من non renewable، انا قلت مش، انا عايز اقول لك مش renewable، قلت لك مش non renewable، I'm sorry. اتلخبطت. تمام لا عادي ماشي، تمام. يلا آدم سامح ومريم محمود. ميتة ممكن تيجي فصل فيول عادي؟ وممكن تكتبي فصل فيول، بس اه اكتبي فصل فيول عادي، مش مشكلة عادي، تمام. بس الأفضل، بس بصي ده type of fuel، هقول منها فصل فيول. لو قال لي type of fuel لا، يبقى قولي فصل أو بايو. أما بيقول لي type of non renewable energy energy resource، تحددي له حاجة معينة عشان خاطر ندقق فيها. تمام يا مس. تمام كده، هي تمام. مس فوسيل فيول قلت عشان دوت حاجة بتخلص، يعني اللي هي بتخلص اه على بس طول. حددي بقى واحدة منهم. تمام اوكي تمام، مريم وآدم، آدم سامح. طيب يلا، it is resulted from، هتطلع من heating the water، او مول جاوبه جاوبه، heating the water when and it turn turbine. يعني بيقول لي بتطلع لما بسخن المية وبتلف التوربين. مين اللي بيطلع لما بسخن المية؟ جاوبه. water turbine. حاجة بتطلع لما بسخن المية. thermal energy. ماشي، لا في حاجة بقى بتطلع من المية نفسها، هي حتى ما قلنا اس تي جي ال ايه. ها اقول يا مس لا يا حسن، ثواني، لو انا معرفوش عارفها. هتقول. مين اللي، مين اللي عارفها؟ انا عارفها. انا يا مس لا محدش يقول، انا محدش مس يقول، محدش يقول. ادم ومريم مش عارفينها؟ مريم عارفاها؟ انا كل يقفل المايكات، مش انا عارف. انا مش عايزه الكلام، افتحي لي بس يا مريم انتي، و حدش يفتح المايكات غير مريم وادم. ادم انت عارفها؟ احاول طب مريم انت عارفاها؟ تمام يا سليم. ايه، صح يا ميس اللي انا كتبتها. انا مش عايزه حد يكتب انا لي صح. عشان، ثواني يبقى. طيب خلاص انا هجاوبها، تمام. انا كنت اقول لحد يجاوبها. مين؟ آه مش كان حضرتك حسن، 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 اه حسن، حسن، ايوه ايوه حسن، حسن، ستيم. برافو برافو برافو، ستيم. يعني ايه بقى؟ انتوا عشان جداد ممكن ما خدتوهاش، بس انا لسه شرحوها. ايه هي؟ كانت فين؟ كنت انا لما باجي اولد كهرباء في المصنع بعمل ايه؟ كنت باجي اسخن الميه، تمام؟ المية تطلع لي بخار، البخار ده هو اللي هيحرك لي التوربين ويحرك لي الجنريتور. فقلت لك اس تي جي، اس تي جي الستيم اللي هو بخار المية، يطلع ايه؟ ها يطلع، يحرك ايه؟ يحرك التوربين، والتوربين يحرك الجنريتور، وده الموجود في الدرس. بيقول لك هنا الثيرمال انرجي اللي سخنت الميه عملت ايه؟ ستيم، خلت الميه تتبخر، خلت الميه تغلي وتتبخر. فهمتوها؟ ها مريم، مريم ومين اسمك ايه؟ ادم. فهمتها يا ادم؟ تمام.
اوكي يبقى الاجابه ستيم. هي بيقول لي ريزلتد فروم طالع من هيتنج ذا ووتر، تسخين الميه ويلف التوربين. تمام تمام خلاص هتحل سؤال تاني. ماشي. نعم يا غادة. نطلع سمتة عشان الموبايل شحن ساعة. ما لسه دلوقتي يا غادة، لسه في ناس هتحل. يلا طيب، the name of this glass building يا آدم ومريم، أو مول جاوبوا جاوبوا. واحد اتنين تلاتة، ها جرين هاوس. برافو جرين هاوس، اكسلنت برافو عليكم، شكرا شكرا. يبقى كده آدم ومريم ماشي. ماشي هنا بيقول لي ايه. طيب حبيبة وفرح، حبيبة وفرح معايا ولا ايه؟ حبيبة وفرح هاي يا ميس. معايا؟ ريتايل ريتايل. تمام. بص دلوقتي فكرة الـ idea of forking للـ building ده، فكرة الـ المبنى ده، ان انا اعمل كولكتنج، اجمع ايه انرجي من الصن، كان في انرجي كده بتدوب بتطلع لي ثيرمال، كان ايه بقى ده، كان اسمه ايه اللي كان هو بياخده؟ ها ركزوا، مش راديان ريتايل. مين اللي جاوب ده؟ فرح. قلت يا فرح، محدش جاوب غير دوره. قولي يا فرح. ريتايل ميس. على فكرة محمد حسن هو اللي اه ماشي حسن، لو قلت تاني بغير دورك هخصم منك درجة. ريتايل راديانت، برافو راديانت انرجي. ليه؟ علشان البيلدينج ده الجرين هاوس بيعمل ايه؟ عايز من الشمس، عايز الأشعة اللي طالعة منها دي اللي هي اسمها ايه، خدتوها في الماس، ريز، صح كده؟ بتاخد اسمها ريز، فالريز دي ليها انرجي اسمها راديانت انرجي، تعمل ايه؟ تروح واخداها وايه ومكسراها، تخليها تدوب كده، فلما تدوب تطلع ايه، حيح 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 سخونه، فتطلع ثيرمال انرجي. يبقى هو بيجمع مين؟ الراديانت انرجي. تمام مفهومه؟ بس نعم. والا نعم يا عمر. ايه الحركة ايه الحرفين دول؟ مش سامع بتقول يا عمر؟ ايه الحرفين دول؟ فين وريني. راديانت هكتبها لك عدل. انا اسف انا اسف، حاضر شيل بس اللي انت شخبطته ده. ريد يانت، تمام كده يس. تمام. طيب يلا يا كده فهمتوها. تمام برافو. يا مين اللي قال حبيبة وفرح عارفاها ولا ايه؟ انتوا اتنين قلتوها مع بعض صح؟ فرح هي اللي قالت. تمام فرح اللي قالت. طب حبيبة تعالي يا حبيبة. the received energy، الانرجي اللي استقبلها اللي هي الراديانت دي اتحولت لايه؟ كنت لسه قايلاها، ها ثيرمال. برافو. يبقى الراديانت اتحولت لايه؟ ثيرمال. استنى هعدلكوا الخط، حاضر ثواني. تمام لما طيب بتدي طاقة بتطلع حرارة. نعم لما ميس. بتدي طاقة بتطلع حرارة. اه يبقى خلي بالكم، يبقى تعالوا كده نركز قوي، نركز نركز، ما تنسوهاش عشان دي هتنسوها. ميس رانيا. نعم ميس رانيا my name is مراد. I'm getting my Zoom with you. اوكي مراد كمل okay. معانا. طيب alright تمام خلاص. يلا ثانية واحدة بس هكتب لكم حاجة. طبعا احنا كتبنا دي، عايزين بس ايه نكتب كمان الايه ال ان الجرين هاوس ماله، ها بياخد ايه؟ بياخد الراديانت بياخد الراديانت انرجي. حد يفتح المايك معايا.
بياخد الراديانت انرجي يحولها لثيرمال. طب عشان ما ننساهاش يا دكتور، تمام، عشان لو سألك في الجرين هاوس بيعمل ايه، ادي عبارة عن بيت، تمام، بيت كده كبير خلاص، تمام، بيعمل ايه، بالشمس اهي ليها ريز. طب انت خدت ده الشكل ده في الماس اسمه ري، صح كده، تمام، او انت حالا نعمله بالاصفر حتى اسمه ايه، اسمه ري، صح كده، وادي الشمس. الري ده هو بياخده، الري ده ليه انرجي اسمها ايه، راديانت انرجي، خلاص، راديانت انرجي، بيعمل ايه، بيدوبه كده، يقعد ايه يشد فيه خالص لحد ما الراديانت دي من كتر ما يقعد يدوب فيها تتحول ايه، حراره، ثيرمال، خلاص، عشان انت ما تنساهاش. في مشكله في الحته دي لحد دلوقتي؟ لا تمام. ميس نعم ينفع تجيب الحته بتاع الجرين هاوس دي عشان انا عايزه اكتبها؟ اهي اتفضل ميس ممكن اقول حاجه؟ اتفضل. انا مالك يا ميس؟ سوري يا مالك، سوري، انا اسف. الجرين هاوس it is produce light يعني بيحبسه جوه وبيجمعه stores وبيخلي النباتات يعني grow في المناطق اللي بتكون warm. ice. لا ماشي، صح، لا هو بيخليه، هو بيزرع الحاجات، هو لو في التلج هيعرف يزرع حاجات اللي تتزرع في مكان مش تلج، تمام، ممكن تعيد الحتة دي تاني عشان كان النت بيقطع؟ تمام. الجرين هاوس البيت ده بيعمل ايه، بياخد الراديانت انرجي، مش انا قلت لك الصن ليها ري، صح، والري ده ليه راديانت انرجي، فهيدوب يطلع منه الثيرمال انرجي، يطلع منه حراره، فالحراره دي هتدفي المكان علشان خاطر هو لو في مكان ساقع وعايز يزرع، يعني هو الراجل اللي هيزرع ده عايش في مكان ساقع، هنحطه تحتيه تلج، الراجل اهو بصوا اهو، خلاص، هو راجل في مكان ساقع، طب ما الارض كلها ساقعه، صح كده، طيب يروح عامل ايه بقى، يروح باني الجرين هاوس ليه، عشان البي عايز يزرع زرعه، مالها الزرعه الخضرة دي اللي هي مثلا زي البطيخ بيطلع بنزرعه في الصيف، خلاص، طب اللي بتزرع في الصيف ده اعمل ايه وانا عايش في التلج، تمام، يروح زارعها في الجرين هاوس، الجرين هاوس ياخد الراديانت انرجي يخلي في حراره، كأن الارض مش ساقعه والدنيا دافيه خالص خالص خالص، وتعرف تكبر البطيخه مثلا والدنيا ده تبقى حلوه. بيكون سيستم وتكنولوجيا، ممكن يبقى ايه، سيستم وتكنولوجيا، في حاجات ليها علاقه بالتكنولوجيا طبعا بنستعملها. ايوه يعني هو ده بيعرف ان اصلا ان هو عايز يسخن بطيخ فبيجيب له على درجة حرارة زراعة البطيخ. لا هو عمون عايز، لا مش درجه حراره زرعه البطيخ، هو عايز حر عموما، عايز سوا وعايز سخونه، مش مهم قد ايه، طب ما ممكن يكون مناخ فيه سخونة بس على درجة حرارة معينة ما انا ساعتها مش زي هزرعها بقى الربيع، هنا، ما هو الربيع بيكون هيحط صيف وشتاء. طبقات معينه على الجرين هاوس هتاثر، ماشي. اوكي نعم نعم هي الجرين هاوس بتاخد كل الصلايت بتاع الصن. مش بتاخد يعني مش كلها طبعا، بتاخد اجزاء منها، تمام، خلاص، خلصتوا الاسئله الهلاميه بتاعتكم، يلا نكمل. شكرا يا حبيبه وفرح، برافو عليكم، يلا يا غاده وبتول. نعم يا ميس. يلا غاده، اي يلا خليكي فاتحه المايك. طيب in the cold region، في المناطق الساقعه، تمام، this building، البيلدينج ده، المبنى ده، allow farmers، يسمح للفلاحين to plant crops، ان هم يزرعوا المحاصيل، يعني في المناطق الساقعه المبنى ده بيساعد الفارمرز الفلاحين ان هم يزرعوا محاصيل، المحاصيل دي ذات اونلي جرو، بتنمو في ايه كلايمت، في انهي طقس، جاوبوا. وارم 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 كلايمت، برافو، انتوا الاثنين برافو، يبقى هم بيساعدهم ان هم يعملوا الحاجات اللي بتتزرع بس فين، في وارم كلايمت، تمام، بس انا برافو عايزه عليك كابتن كده بتول وغادة، وغادة، تمام.
يلا يا حسن وسيف. مش مش انا جاوبت حسن ميسا، هو في درجه في اخر للولاد والبنات؟ هنشوف بس كده، تصبروا تصبروا عشان الدرجات بينكم قريبه قوي. يا ميس هو انا حضرتك انا ما جاوبتش غير مره واحده بس. ما هو كله هيجاوب، كله هيجاوب والله، كله هيجاوب. بطلوا بس تستعجلوا وانا اخليكم كلكم تجاوبوا، مش هقفل غير ما كله يجاوب. نعم يا هنا. هي ايه جابت رقم 3؟ ثيرمال. ثيرمال تمام. مش انا عايز اجاوب، انا مش عايز حد يقول عايز اجاوب تاني. خلاص اديني قلت اهو، اللي هقول تاني هطلعه بره. طيب انا قلت مين؟ حسن وسيف صح كده؟ يلا ثواني، يلا في موديل 8 choose the correct answer. يعني انا اختار الاجابة الصح. some kinetic energy، بعض الكينيتيك انرجي، او ما اقول جاوبوا جاوبوا، is converted into، حدش جاوب على طول، يتحول الى ايه؟ انرجي due to friction، نتيجة الاحتكاك بتاع البايك بالرود. يعني كاينيتيك انرجي هتتحول لايه؟ مين اللي جاوب؟ انا مش قلت حد، انا بقول لك انا قلت لك صح كده. حسن ايه رايك في الاجابه؟ صح. يعني الفريكشن هيطلع لي ثيرمال. ايوه صح، برافو. خلاص انتوا الاثنين صح. بس يا سيف ما تجاوبش غير دورك، يعني غير ما اقول لك او ما اقول لك جاوب تجاوب. ماشي، انتوا الاثنين هتاخدوا نقطتين عشان انتوا ايه، كنت برافو عليكم. ماشي دكتور رانيا. نعم. انا عايز اشرح لك بالطريقه اللي ماما قالتها لي. اتفضل تحت امرك. ان هو اللي حضرتك اللي هو بيقول لك البايك، ان هو حضرتك هتقول ازاي سيمبل، ازاي بتعلقها بكده، قوم على السرير. ثواني مراد، قوم على السرير مراد، قوم. برافو، اقعد كده على المكتب، امسك الكتاب واقف وامسك الكتاب. يا حضرتك البتاع قفلت وانا ما شفتش. تمام ماشي خلاص، يلا يا كمل، معلش كمل اللي كان بيقول لي الشرح بتاعه. اتفضل. زي ما البايك لما العجلات بتيجي تمشي، بعد ما نمشي بيها، لما نيجي نحط ايدينا على العجلات هتلاقيها سخنه، ده بيبقى السيربل، بيبقى سخن، فكده هو بيقصد على ده. برافو. تكمل. وايه كمان؟ لما اعمل، ودي عندك في المنهج، rub your hand يعني دي جربت التجربه دي، يعني ايه؟ اقعد اعمل في ايدك كده، حرك ايدك كده يح يح، كانك بتدفيها تلاقي ايه، تخنت صح. ايوه ده خيطتك اكتو سيربل. برافو اكسن، شكرا يا عمر. يلا شكرا يا سيف ويا حسن. يلا يا محمود ياسر وتقوى. تقوى سمعني؟ تقوى سمعاني؟ تقوى محمود انت سامعني ولا ايه؟ انا سامع حضرتك. تمام سامعني. سامع حضرتك. تمام. هي تقوى تقريبا النت عندها ضايع او نامت، ايهما اقرب؟ ماشي طيب خلاص، محمود ياسر ولوجي، يلا جيتوا مع بعض تاني. يلا لا ثانيه، لوجي انت حكيتي مرتين صح؟ محمود ياسر وفريده. حكيت ثلاث مرات وفريده. تمام يلا. using water to generate electricity، ان انا استخدم الميه to generate electricity، ان انا اعمل ايه؟ كهربا. depends on، خلينا كده استخدم ميه ها، depends on places، على اماكن ايه؟ them are on river. مين جاوب؟ انا فريد. بتقول ايه بقى؟ اللي هي them are built on river. تمام محمود ياسر، ايه رايك تقولي جابت ايه؟ نمبر بي. نمبر بي متأكد يعني؟ تمام برافو. يبقى الووتر عشان اجيب الكتريسيتي منها، ايه في الكاميرا يا مراد؟
الووتر علشان اجيب الكتريسيتي منها بيعتمد. نعم يا ميس. تقوى هتجاوبي حاضر. بس انت كنت قفلتي. نعم يا ميس. اقفل الكاميرا يا مراد. ماشي يا ميس. طيب تقوى هتحلي تمام بس عايزة من السؤال. مين؟ كله هيجاوب والله كله هيجاوب كله هيجاوب. معلش مس رانيا. نعم. معلش الكاميرا فتحت وبتاع بيخرف وانا وانا كنت بعمله كتير. مش مشكلة. يلا يلا خلاص عفت. خلاص يلا نمبر 3. يبقى احنا قلنا نمبر 2 انا عشان اجيب الكتريستي من المية هعتمد على مكان السد الدام المبني على الريفر. يبقى هعتمد على مكان السد الدام تمام اللي مبني على الريفر. ماليش دعوة بالويند. ماليش دعوة سواء كان هي سترونج سواء كان هي ويك سواء كان بقى ما بيقولي وير بوتس سيل ان ريفر. يعني ماليش دعوة بالمراكب اللي في النهر. انا مالي انا ليا دعوة بالسد اللي انا هجيب منه الكهرباء عشان هعمل جنريت الالكتريسيتي بالووتر. تمام شكرا برافو يا يلا ما لا مش كتير قوي. يلا يا لوجي كامل وتقوى. لوجي كامل وتقوى. نعم يا ميس. تمام تقوى ولوجي كامل خلاص. يلا هل لكم السؤال. inside the electric power station جوه الالكتريك باور ستيشن heating of A أسخن A produce steam. جاوبوا. water. تمام أسخن المية هتطلع لي إيه؟ طلع لي steam. برافو. اوعى تقول لي heating of fuel. لا ده بيقول لي مين اللي هيطلع steam. مين اللي هيطلع بخار مية؟ water. برافو كده لوجي وتقوى. برافو تمام اوكي. ماشي كده محمود ياسر كان قال مع لوجي خلاص. طيب عايزه اياد وياسين احمد. بس انا هقول الاول او تعالوا تعالوا معلش هسال سؤال. هسال سؤال الناس اللي جايبه بوينت واحده. عايزه فريده. نعم فريدة. دلوقتي بيقول لي جيف ريزون قول لي ليه السوب ديسبنسر when you press on the spring لما دوس على السبرينج. سبرينج يعني سوستة اللي انا وريتها لكم في المراجعة. فاكرين النطة دي شفتيها ولا شفتيهاش؟ كانت حاجة نطة شفتها يا ميت. تمام. في اما ليه لما بدوس على السوب ديسبنسر بتاعت الصابون السوب بيتحرك لفوق. ممكن تقوليه الانرجي اللي اتغيرت ايه؟ الانرجي اللي اتغيرت من ايه لايه؟ كاينيتيك بوتنشال لكاينيتيك. برافو برافو. من بوتنشال لكاينيتيك ودي احنا قلناها في المراجعه يا شباب صح. من بوتنشال يا لهوي من بوتنشال انرجي. مراد بطل دوس على الكاميرا. من بوتنشال انرجي استني بس عشان الاستيكه حرفه ما تفتح. طيب اهي من بوتنشال انرجي لايه؟ ها لكاينيتك انرجي. يعني ايه؟ قلت لك اول ما تشوف السوب ديسبنسر السوب ديسبنسر ايه اللي هيحصل فيه؟ ها بيبقى جواه بوتنشال انرجي. ليه؟ عشان وريتك فيديو حتى ممكن اجيبه لك تاني. ثانيه واحده كده ثواني هجيبه لك. اهو ادم جايب لنا السوب ديسبنسر فيها السوسته تمام وجايب ماشي فيها سوسته ايه تمام زي السوسته اللي احنا ايه خدناها فين هنا في الفيديو ده. يا رب بس يفتح. شكرا يا ار. ماشي يا دي ماشي هي ماشي زي السوب ديسبنسر. ماشي برافو عليك كويس انك فكرت في حاجه زيها. شكرا يا ار. ايه في الفيديو تاني. ماشي بصوا كده اهو ده فيها سبرينج سوسته. بص هنضغط على السوسته وإيه اللي هيحصل؟ هتنط لفوق جامد. شفتوا بقى؟ تمام؟ اهو نبص عليها تاني زي السبرينج بدوس عليها تمام؟ وتروح مطلعة الصابون لفوق نفس الحركة. تمام كده؟ تمام. يبقى كده ايه؟ يبقى كده انا عندي المنظر ده. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى كده عندي
البوتنشال اللي هي كان جوه السوسته جوه السبرنج هيتحول لايه؟ كاينيتك. تمام. ثانيه واحده ثانيه واحده. ميس بيج كام؟ بيج 53. يلا حللي دي بقى. بص هنا مش لازم الكتاب. مش يا ميس. ها يلا اقراها كده. ها انا هبتدي. اتفضل قول. ها There are two types of withering, which are withering and لا يا حبيبي withering. دي while playing guitar, لما لعب الجيتار the energy changed into sound. برافو. kinetic. برافو. الحركة اللي بعملها بتحول لصوت. شكرا يا مراد. تمام. ثواني. مين؟ أنا عايزة جيسي. أنا عايزة جيسي. مايكل. ميس أنا عايزة حل. أنا مش عايزة حد يقول عايزة حل تاني. مقولتك يا صح. حد شنطق تاني. جيسي. جيسي. طيب جيسي خرجت. تمام مش مشكلة. طيب يلا يا ياسين أحمد وياسين صبري. ما حضرتك. يلا هقول السؤال او مقول جاوبوا الجاوب لما اقول. ماشي. There are two types of weathering. ايه weathering وايه weathering؟ جاوبوا. ميكانيكال وكيميكال. برافو. ايوه كده اتنين ياسين يا اخواتي. يبقى ايه ميكانيكال وايه وكيميكال. برافو. ميكانيكال وايه وكيميكال. Excellent. تمام. طيب شكرا يا اتنين ياسين. طيب عايز عمر شوقي. عايز عمر شوقي وعمر خالد. ميس بعد اذنك كيف هتطلعي فوق؟ ايوه عمر خالد مين؟ ياسين فبعد اذنك تطلعي فوق بس رقم 4 عشان كنت بعمل حاجه بس. حاضر. نمبر 4 فوق. طب ممكن تقراها لي يا حسن؟ لا انا قصدي على نمبر 4 اللي فوق اللي هو السؤال اللي فوق اللي حضرتك جاوبتيه. تعالي تشوز. كيميكال. ايه راهولي لو ويل بلينج. حلولي بقى بلينج. حلولي بسرعه. ويل بلينج ده جيتار. ها ذا نقط انرجي تشينج انتو ساوند انرجي. ها الجيتار. برافو. ايوه كده. ايوه كده. ماشي ما انت عارف الاجابه اهو. ماشي يلا. تمام يلا يا عمر خالد وعمر شوقي. عايزه العمرين يفتحوا لي المايك. انا فاتح. عمر شوقي اختفى. ماشي طيب عايزه جودي مع عمر خالد. ميس جودي جاوبت مرة. أيوة ميس. يلا اتفضلوا. أول ما أقول جاوبوا تجاوبوا. الدام السد كنترول ذا فلو اوف ايه. بيتحكم في سريان ايه. ذات كوزز اللي بيسبب انكريز لانرجي اوف ووتر. هقول اشرح بس عشان تفهموا الحوار ده. دلوقتي انا بحط السد المايه ماشيه تمام. بحط السد. الحته دي مهمه قوي عشان تحطوا فيها. كلكم ركزوا. الميه ماشيه تمام. يعني الميه عندها كاينتيك تمام كده. انا بوقف الكاينتيك اما بحط له السد فبزود انرجي كانت عكس الكاينتيك السنه اللي فاتت الترم اللي فات خلاص اللي احنا خدناها برضو. طيب يبقى الدام كنترول ذا فلو اوف. جاوبوا. ديبوزيشن. انت قلت ايه انت قلت ايه يا عمر؟ ديبوزيشن. ديبوزيشن ايه؟ لا انا بتكلم على عايزه الميه. السدود بتسد الميه. قصدها السدود. ووتر. انا قصدي السد تمام. طيب
that causes اللي بيسبب increase لإيه energy of water؟ جاوبه. potential. potential. لا بص بقى ركز عشان انت مش عارفها. ركز معي. انا مش عارفها بصراحة. ركز معي. ركز معي. ما هو بيبان والله. ماشي؟ طيب جودي انت خدت النقطتين وبرافو عليكي، بس عايزين ايه؟ عايزين هتجاوب سؤال تاني عشان تاخد النقطتين بتوعك. تمام؟ طيب. معنا؟ هنركز ركز معايا عشان اعرف انت فهمتها ولا لا. خلاص؟ دلوقتي ركزوا معايا كويس قوي عشان خاطر ما تنسوهاش تاني كلكم، عشان دي لو بجد المدرسة رخمت هتجيبها وموجودة في الكتاب. نعم يا غادة. ميس مش المفروض ميس الانكريز اوف ذا كاينيتك انرجي اوف ووتر؟ لا 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 لا، بصوا بقى دلوقتي انا لما بتحرك عندي كاينيتك انرجي، يعني كاينيتك اهو. مش عايزة كلام، مش عايزة ميس. انا هقفل بقى المايكات اقول لكم معلش، هشرح لكم في... هطلع من الميتنج واخش تاني واشرح لكم في الميتنج الجاي كده، احنا قلنا خلص. فيلا هقفل، بس قبل ما اقفل استاذنكم هقول اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557. وفي بوست احنا طبعا عملناه مليان كل بقى المراجعات للماس والساينس والاي سي تي للمتميز والمعاصر، وباذن الله باذن الله مش هيطلع منهم اي امتحان، ربنا يسترها عليكم يا رب ان شاء الله نفيدكم. شكرا جدا، ونتمنى نكون فدناكم. هتخش على الفيديو الجاي باذن الله هيكون اخر فيديو في الحصه دي النهارده، تمام، من مراجعه المواصل، وهنشوف كده بقى نعمل مراجعات تاني ولا ايه. فخشوا لي على الفيديو الجاي وتخشوا لي الميتنج الجاي. يلا بينا، باي. يلا خشوا تاني، خشوا تاني، يلا. من اول حصه بتقفل.